السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الفرق في مصر عملت صفقات، كل الفرق عملت صفقات. خلاص تقول لي ايه افضلها وايه انجحها؟ الاهلي عامل صفقات جبارة، الزمالك صفقات قوية جدا، بيراميدز عملاق الصفقات، والاسماعيلي السنة دي عامل صفقات جيدة جدا. كل ده اللي هيتكلم في الملعب والنتائج هي اللي هتتكلم. تقول لي جبت 5 برازيل، 2 ارجنتين، 3 من الدنمارك، اللي هيتكلم الملعب والنتيجة هي اللي هتتكلم. والنهاردة جريده بيقول: أنا أعلم جيدا قيمة النادي الإسماعيلي وجماهير الإسماعيلي الكبيرة جدا، وأنا أعمل ساعيا لتحقيق هدف ونجاح من أجل جماهير النادي الإسماعيلي. إحنا عايزين لله الأول يعني سبحانه وتعالى يعني. بس خليها بقى إيه، إحنا عايزين نفرح، جمهور الإسماعيلي عاوز يفرح. كل الدوري عامل صفقات، مش هختلف في حاجة، ولكن في مدرسة في الإسماعيلي مختلفة، مدرسة الإسماعيلي مختلفة عن أي مدرسة. مدرسة الإسماعيلي هي اللي تعيد اللعيب لأمجاده، زي ما عملت مع محمد فضل، هاني سعيد، مروان محسن، لعيبة كتير كانت نسيت شكل الكورة، كانت نسيت المنتخب ورجعت للمنتخب من خلال النادي الإسماعيلي. الإسماعيلي يحقق الذات ويحقق النجاح لأي لاعب بيلعب فيه. فالنهاردة الإسماعيلي معاه مجموعة جايه عشان تنجح من النادي الاسماعيلي، ان كان صالح جمعه، باسم مرسي، محمود الشبراوي، محمد حسن، كل اللعيبه دي، حمدي النقاز، كل اللعيبه، وياو انور اللي احنا لسه ما شفناهوش واتفرجنا عليه، بس اللعيبه هتتكلم جوه الملعب. فما تقوليش ان الفريق الفلاني عمل صفقات وده عمل صفقات، في امكانيات وروح فريق وروح جماهير عندها امكانيه ان هي ترجعك. المصري عنده صفقات السنه دي برضو جباره، ما حصلتش يعني السنة اللي فاتت مش بقدر صفقات السنة دي بالنسبة للمصري. فالملعب اللي يقول لك ان احنا كذا، الملعب اللي هيتكلم والنتائج اللي هيتكلم، واحنا خلاص يوم 15 اكتوبر هيبدأ الدوري، وهنشوف مين الاول ومين التاني ومين التالت، وبعد 3 4 اسابيع هنحكم مين الاول وفين الاسماعيلي موقعه ايه بالظبط بعد 4 5 مباريات، لما نشوف اللعيبة هتعمل ايه والاداء. ما تقوليش بقى كل واحد يقول لي لا اصل الفريق الفلاني جايب 17 واحد من خلاص سيبها الكلام بفلوس. الكلام بفلوس دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.